عليكم انا بس اريد افهم، وهذا الخطاب انا خاف اذا يجي لك يركز على الاطار، هذا الخطاب للاطار. ادري انتم تظلون تبيعون خميس الخنجر لعفشات طباطي، يعني بالله يعني خميس الخنجر ويا الحلبوسي ماشي الامور. خميس الخنجر طلع شاتو حسم وحسم، انتم مو شفتوا ادوانه، انتم مو شفتوا بالانتخابات دخلتوا على اساس رئاسه البرلمان انه الحلبوسي والخنجر، شو طلع منا الخنجر هم صار زعيم هنا، هم صار ان انا زعيم الى متى؟ وبالمناسبه انا بتصور راح تصير المفاجاه، هم راح يتفقون طبعا تقريبا اتفقوا واسمع علينا واتفقوا بجهد من الاطار انه راح يجي واحد. شلون يلعب شاطي باطي هذا؟ خميس الخنجر؟ خميس عيب على العراق يتقبل هيك شخصيه، عيب عيب على تاريخنا، نقدر نغطي ونطم بالتاريخ ونتعامل هيك.